أدلى النجم المغربي نور الدين أمرابط بتصريح غاضب لوسائل الإعلام الهولندية انتقد فيها تحيز الواضح للحكم اللقاء للمنتخب البرتغالي، كشفا عن تفاصيل لا يمكن السكوت عنها قام بها الحكم. وحسب ما جاء في تصريح أمرابط، فإن بيبي لاعب البرتغال أخبره بأن الحكم معجب من رونالدو وطلب الحصول على قميصه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين. واعتبر أمرابط أن هذا الأمر لا يمكن القبول به، خاصة في منافسة كروية كبرى مثل كأس العالم، مشبها ما قام به الحكم الأمريكي بالسيرك. قبل ما تخرجوا من الفيديو، الى بغيتونا نكملوا في نشر الاخبار بشكل يومي، ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر لايك وتخليوا الراي ديالكم في التعليق.